يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما تزدحم بعض المساجد يصلي الناس في الخارج، ويصلي بعض منهم فوق بيارات عامة كبيرة لكنها مغطاة، فهل فعلهم هذا جائز؟ نعم، لا بأس بذلك إذا ضاق المسجد أن يصلوا خلف المسجد، بشرط أن يروا الإمام أو من خلفه، أن يروا الإمام أو من خلفه وأن يسمعوا التكبير، فيجوز هذا عند الحاجة ولو كان تحتهم بيارات، ما دام إن الذين يصلون عليه طاهر مفروش أو حتى غير مفروش، ما دام إنه طاهر لا بأس بذلك ولا ينظر إلى ما تحته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ولهذا يقول الفقهاء: وإن طين أرضا نجسة، طين أرضا نجسة أو فرشها صحت الصلاة. نعم، لأن العبرة بما يباشره المصلي، فإذا كان ما يباشره المصلي طاهرا صلاته صحيحة.